بيكون يوم أفضل، وإن شاء الله عيد المولد النبوي اليوم، عيد ذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، تكون فعلا هالخاتمة لكل الأحزان اللي عم يمرق فيها العالم العربي، لأنه منقول خلصنا بقى، خلصنا حروب، خلصنا دمار، خلصنا تهجير، خلصنا مجازر وقتل، وخلصنا بقى نشوف أطفال عم يتهجروا وعم يقتلوا داخل بيوتهم وحتى داخل المستشفيات اللي بتكون عم بتداويهم. اليوم عالم صباح رح يكون أكيد متعدد بفقراته، واليوم كل الناس قاعدين ببيوتها لأنه اليوم فرصة بقى عم يتغنجوا فيهم يحضروا عالم الصباح كل نهار وقد ما بدهم ويستفيدوا من محطاتنا. الشيف معنا اليوم أكيد بمحطات جديدة. صباح الخير شيف. اليوم ممكن بتعرف دائما بيعطينا افكار حلوه الشيف شادي. رح ناخذ بالاول اتصال مع ريهام قوتلي وهي من حبله طلع البدر علينا، رح يخبرونا عن نشاطات رح يعملوها باسواق بيروت بالتعاون مع سوليدار. ريهام صباح الخير. صباح الخير غيدا، وينعاد عليك ان شاء الله. شكرا لك سنه الخير. خلينا نعرف شوي المشاهدين على الحمله يعني اللي عم تشتغلوا عليها، خاصه وانه نشاطات عديده وبتتضمن يعني نشاطات بس مش بس للكبار انما كمان للصغار رح تصير باسواق بيروت اليوم. مظبوط، حملة طلع بدر علينا هي السنة السادسة لها. هي جهد مشترك لعدد من الجمعيات الإسلامية تحت إشراف دار الفتوى، بتجتمع كل سنة بمناسبة المولد النبوي الشريف. السنة السادسة عندها فعاليات مختلفة منها للكبار ومنها للصغار، أبرزها هي مهرجان للأطفال اللي حيصير بأسواق بيروت نهار الجمعة والسبت والأحد. بس قبل في اليوم ب شكرا لك ريهام قوتلي واهلا وسهلا فيك. رح نتابع محطاتنا وخلينا نشوف كيف بيبرق. نلحق نحضر كامل من فوق.